في البيت. صح صح كده بقى وفقلي عشان تنزلي الستاير دي. يا ماما ستاير ايه بس اللي على الريق دي؟ وبعدين انت مش كفايه مصحياني يعني بحركه الساحر وتشد اللحاف من تحت وفاكراني مش هقع؟ ديفيد كوبرفيلد حضرتك يا اخويا على القلش اللي على الصبح، انت هتضيعني النهار يا ولا؟ قوم يلا نزل الستاير، وبالمره اقلع البيجامه دي وارميها لي في الغسيل. ما تقوم يا ولا. طب انا هشرب بس كوبايه شاي. كوبايه شاي؟ مفيش شاي، انا مفضيه العيله كلها ونقعاها. ممكن تعمل لك شويه شيح بابونج في باكيتات في المطبخ، وبعدين اعملها في كوبايه ازاز عشان انا نقع المجات كلها في كلوب. شيح بابونج ايه بس يا ماما على الصبح؟ هو يوم التنظيف ده شامل تنظيف معده ليا انا كمان ولا ايه؟ طب ممكن اغسل سناني ولا انت بتغسلي انبوبه المعجون من جوه؟ امضمض بقي بشويه كلور؟ لا اوعى تخش الحمام، انا دلقت عليه ميه نار. بس دي جريمه، ميه نار ليه؟ عشان قاذف. هو عمل لك ايه بالظبط؟ ما عملش، والظاهر بقى ان انا اللي هعمل النهارده في نهارك اللي مش فايده. قوم يا ولا نزل الستاير يا ولد. فين السلم؟ يا ولد بالراحه، فك الكلبس واحده واحده هتوقع البلتكانه. يا ماما انت خايفه على البلتكانه ومش خايفه عليا انا؟ انت بتحبي البلتكانه اكتر من ابنك؟ بعدين ايه البلتكانه دي؟ اللي عليها البرع يا خفيف، اللي انت عمال تشد فيها دي هتقع. دي مستحيل تقع. طب ايه رايك بقى لو طلعت ووقعتها لك يا خفيف؟ يعني هو اي اكليشيهات وخلاص؟ انت بتصغري مخك في حاجات غريبه قوي يا ماما. طب يلا يلا بالراحه بالراحه. حاضر حاضر دي. خد الفرنشه خد الفرنشه بالراحه على البلتكانه يا ولد. امسك الفرنشه دي فك الكلبس واحده واحده. ماما بقول لك ايه؟ اعتبر البلتكانه دي زي بنتي، انا هدلعها لك خالص. طيب ماشي بالراحه. بس الفرنشه جميله، فرنشه جميله، انت كلبسه بيضه. يا ولد بالراحه على الستاره. انت لسه هتريح؟ يلا لف لي السجاجيد دي واركنهم على جنب. ليه مالهم؟ معهمش رخص؟ يخف دمك يا اخوي. لا هوديهم الدراي كلين، وانا لو معايا راجل كان حطهم في الحمام ومرشهم. لا الحمد لله ان مفيش راجل. يلا يا ولا لم. حاضر. ما تجرش يا ولا هيتلخلخ. الترابيزه، الفاز، الكرسي هيقع. الكرسي وقع، الله يخرب بيتك. الكرسي، الفازة. لا 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 ما تتعكسهاش، حط الخط على الخط كده. شاطر. فاضي الكرسي، ما تجرش الموبيليا، ما تتجرش. اهينا اهينا. الاباجور الاباجور، لفها عدل عشان ما تتفعكش. لفها عدل، الخط على الخط. ايوه ايوه شاطر. يا ابني الموبيليا ما تتجرش، حاول كم مره. شيل جدع، هاتهم لي بقى هنا على السفره. ايه ده؟ حطهم على السفره وبطل غلبه. يا فرحتي بالرجاله. يلا بقى عشان تغسل معايا الحيطان. حيطان؟ حيطان ايه يا ماما؟ مفيش حد بيغسل الحيطان ابدا. بقول لك ايه؟ بص انا ممكن امسح لك شويه البقع دي بفوتوشوب وخلاص. ايه؟ يعني انت مش هتغسل الحيطان معايا؟ لا انا مش هغسل الحيطان مع اي حد. انا مش عارفه شبشب بينقح عليا ليه؟ انت عاوز ايه يا شبشب؟ والله يا زمن. بالراحه مش عايزين نشيل البوي. حطيت في الميه كلور؟ طيب. لا لا ادعك، الحته دي فيها بقع اهي. تحب ايه بقى دلوقتي؟ افك لك البلاط ونعزل الحيطان واعمل لك فتحه سقف كده عشان الشمس تدخل تنشف الدنيا وتروقها يعني، ولا اعمل ايه انا؟ برضو يا حبيبي تخضني عليك. معلش معلش، قوم بقى رجع لي كل حاجه مكانها، وبكره من بدري نبدا تنظيف. اوكي تشاو.